faut jamais. Si l'ADA est mon rapproche, Baladi, au stade d'Alif Mouhasser, متخصص في الحقبة الاستعمارية خريج جامعة بورلو وجامعة محمد الخامس له مقالات حول قبائل والأعيان ورجالة المخزن بالمعلمة مشيرة بالمعلمة المغرب التي كان قد أسسها وأنجح ومجلة الكلية مقالات عن المقاومة المسلحة والسياسة عن الفرنسية إلى آخره المعنى استجاب عبي تفضل سيدي غادي نقول لنا سي جامع القضية المغربية أمام البرلمان الفرنسي 1912-1956 كيف الكلمة سي جامع شكرا سيدي شكرا استاذي ورئيسي واشكر الحضور الكريم كما ساشكر القائمين على هذه الندوه التي نفتح لنا الفرصه للتحدث عن شق اساسي في تاريخ الحركه الوطنيه وعلى خصوص فكر مهمل لزمن طويل والان لله الحمد بدا البحث المغازنة والتنسيق في هذا الاتجاه وأصبح المغرب من حقه أن يتنفس برئتين وليس برئة واحدة. سيدي كنت أتوقع أن أقول كلاما آخر غير ما طلب مني الحديث فيه لكن اللجنة المنظمة سيد دافلي وسيد دحية فرضوا علي هذا الموضوع نظرا لعلاقتي به منذ قرابة 30 سنة فهو هنا في هذه الروح باللغة الفرنسية وفي جامعة بوردو. ف إذا هذه توطئة فالمغرب كما يعلم الجميع كان آخر نقطة احتلت بصفة رسمية وضمت إلى الإمبراطورية الفرنسية وانتهى ما تبقى من مجال الحر في العالم آنذاك. وترجع بذلك علاقة المغرب كبلاد كهوية وكوطن وسيادة والبرلمان الفرنسي إلى ما قبل الحماية بأكثر من 40 سنة أي ابتداء من نتائج مؤتمر مدريد. فكما تعلمون مؤتمر مدريد الذي دعا إليه لعتبه ألمانيا وسلطان المغرب آنذاك كان يتمنى الجميع أن يحل إلى حد ما قضايا أو ما يسمى بالتوجهات التي تدور القضية المغربية ولكن لم يفعل شيء ومن ذلك التاريخ وارتبط إذن واقع المغرب بالبرلمانية الفرنسية أو بالمؤسسة البرلمانية الفرنسية وأسميت هذا بالقضية وهو كناية عن القضية كما تسمى قضية الشرط لا كيستيون دوريون لا كيستيون دو سا لا كيستيون دو سا أي أنها مسألة يجب النظر فيها بل اعتبرت في كثير من الأحيان على أنها ملف أي ملف يكون خاتمي فيه ودائر يمر أمام الرجال ويقترح هؤلاء بحلول إلى آخره. ثم لما ستنتهي تنتقل القضية المغربية بالقضية أي لما ستحسن في 1912 لصالح فرنسا بمعاهدة سير نتحدث عنها انتقل البرلمان الفرنسي في علاقته بالمغرب الى ما سيسمى بالاحداث ليزيفينمون اي انتقلنا من شيء ضخم ويعني الجميع الى الاحداث هي مراحل احتلال المغرب وما سيسمى لاحقا وفي اله انذاك بمراحل التهزئه ونشر النظام الجديد. واذا رجعنا قليلا الى الوراء نجد على ان دول شمال افريقيا الثلاث احتلت كلها ابتداء من الجزائر ثم تونس والمغرب في مرحلة تكون فيها فرنسا غالبا في مرحلة أزمة. فالجزائر احتلت سنة 1830 وجاءت كحل للأزمة الداخلية الفرنسية وتونس أي أن احتلال الجزائر أتى بحلين أساسيين بالنسبة للدولة الفرنسية نفسها
فهي بمثابة تجديد الدولة وإعادة القوة للأمة، هكذا نظرا إلى احتلال الجزائر في حينه. أما احتلال تونس فهو أتى مباشرة أو 10 سنوات أو أقل من انهزام فرنسا أمام جيوش ألمانيا واحتلال الألزاس واللورين، وكان رد فعل فرنسا طبعا أن صارت ودفع بسمارك في اتجاه البحر الأبيض المتوسط كيتي لوروب كي كريي موا سيت بوم، هذا الإكسبرسيون جوا ميوني اللي كيقول بسمارك. أما القضية أما المغرب فقد اعتقد الجميع على أن المغرب هو آخر نقطة في هذا المجال سيحافظ ولزمن طويل، لأن المتدخلين كثر، وصلت ألمانيا وأصبحت كثر لهم مصالح والولايات المتحدة وكل الأقطار الجديدة، أصبحت تنظر إلى المسألة المغربية من باب الرهان واستعماله كورقة سياسية تكتيكية واستراتيجية، وأصبح المغرب يقايض كمادة مقابل هذا أو مقابل ذلك، ولهذا دفع في اتجاه أن يجد لتلك السياسة معارضون داخل فرنسا نفسها، ولكن المعارضين كانوا يتمثلون أو كانوا في غالبيتهم من الحزب الاشتراكي واليمين الملكي. اليمين الملكي كان ينظر إلى الاستعمار على أنه هروب، وما تبقى من ملكية الروح الملكية في فرنسا غروب عن المسائل الأساسية للدولة الفرنسية، وهنا ظهر الشعار الذي كان يرفع في فرنسا لا كوغيز اون زومبيز، أي فرنسا أول من قبل إفريقيا. ثم بالنسبة للاشتراكيين التي يسمى بالحزب العمالي الفرنسي لا يستفيو بدأت تتعامل سياسيا مع القضايا الأخرى، أي مع القضايا السياسية الكبرى من باب من وجهة إنسانية دون بوان دو في هيومانيتير. لماذا؟ لأن الخطاب الاستعماري الفرنسي تأسس أساسا بعد الثورة على نظرية سان سيمون، نظرية ايفولوسيونيست التي تحدث عنها زميلنا والتي أخذ منها لوز الشيء الكثير. فحفدته وطلبته وتلامذته سان سيمون هم الذين سيتدخلون في الجزائر في مع الجمهورية الثانية، وهم الذين سيسميهم المرحوم شارل أندري جيليان لي تكنيسيان دو لا كولونيزاسيون، أي الذين سيأتون لتخفيف ظروف المسلمين ويأتون بأنظمة إلى آخره. أما بعد ذلك فسينجح ما نسمي ما يسمى في فرنسا بين المزدوجتين لو بارتي كولونيال، الحزب الاستعماري. الحزب الاستعماري في فرنسا اسمي غير موجود، فلا نجد له لا مقر لا في بوردو ولا باريس ولا في اليوم، ولكنه وهو كذلك ليس بحزب هرمي، فهو حزب افقي، اي انه ياتي من الوسط في اتجاه اليسار، ياتي بالوسط من الجمهوريين الراديكاليين الى بعض الاشتراكيين، وهو حزب متشبع كما يقال، متشبع كثيرا من افكار الزيدي ايفولوسيونيست، وهو ينظر الى القضايا الاستعماريه على انها وان كانت مفخره وهي امتداد للوطن الام الميتروبول، فهي في ذات الوقت لها منفعه ماديه ولها منفعه استراتيجيه قد تخفف الضغط على المعوزين فرنسا، لانها مجالات جديده، هكذا كان ينظر اليها حتى شيخ هؤلاء وهو لامارتين الشاعر والوزير السابق. ومن هنا تأسس ما سيسمى بالخطاب الاستعماري، وهو خطاب يجمع بين الفرضيات الفلسفية والفرضيات الفقهية والفرضيات إلى آخره. ثم لما نضج نسبيا هذا المشروع انتقلت به فرنسا من ما يسمى بالاستعمار أو المستعمرة لا كولوني إلى إطار أكثر دبلوماسية ولياقة وأكثر ضبطا من ناحية القانونية، وهو الحماية أو المحمية لو بروتيكتور. هذه النظرية ظهرت أول ما ظهرت بطبيعة الحال ظهرت عند الإنجليز، وكما تعلمون الإنجليز لا يحتلون الأراضي ولكن يستبيلون أهلها وتجارها وعيالها، لكن فرنسا يعقوبية يعقوبي تريد دائما أن تحتل وأن تنشر أفكارها وأموال إلى آخره. ولهذا أتت فكرة الحماية لما بدأ الفرنسيون يستعملونها انطلاقا من تونس ثم من الهند الصينية ووصولها إلى المغرب،
أنها تنظر إليها كما نظر إليها فقهاء جامعة بورغو التي كنت أنتمي إليها الإسباني وهو العميد من كلية الحقوق. C'est un régime, Yacoul, c'est un régime malléable, docile et adaptable à toutes les situations. Malléable, docile et adaptable à toutes les situations. Hakada, on est fait bidaire. Et d'ailleurs, Asbaha de la Mouhimayati, ou Najd Himayaka, Mouchroi, Siasi, Semari, ou Ahmi, le Kadaï, le Koura. Ou Awana, un des gens de la Tibouri, le Kimia, ou Tanama, ou Bidanama. مراسلا لها داخل ذلك الوطن سلطانا او حاكما او اميرا يوقع معها معاهده حمايه ويكون في دباجتها كما هو الشيخ في الهنصيني انه هو الراغب في ذلك هو الراغب على ان طلب في الضمان في المبكر وهو تقريبا ما تلخصه معاهده 1912 بالنسبه للمغرب فالفصول الاولى تتحدث عن الدوله الفرنسيه وتحتها وتحتها وجيوشها ولكن توقع كل هذه العظمه مع شخص واحد هو السلطان اي شخص دون مؤسسات باش المؤرخين ما كيتفقوش سي وسامي المؤرخين ما كيتفقوش بزاف مع لي بوليتولوج بحال هذه المسائل هناك سلطان شخص واحد ثم الدوله قائمه المقام كما نعرف ثم هذه المعاهدة ستتفهم شيئا جديدا وهي أن المغرب سيحتفظ بكل إطاراته التقليدية المخزنية ولا تستعمل فرنسا إلا شقين أساسيين هي ما يصطلح عليه اليوم بالسياسة الداخلية والسياسة الدفاعية أي أن المغرب بمعاهدة فاس إذا سياسته الخارجية وسياسته الدفاعية فوزير خارجية ووزير خارجية فرنسا إلى آخره وهذه المرحلة من طبيعة الحال هل لها الكثير وصفق الجميع وجاء أول من سيحاول تطبيقها وينجح إلى حد ما وهو ليوطي جنرال ليوطي ثم الرجل أحد لقد قام ليوطي بقراءة خاصة له لهذه المعاهدة وهذه القراءة الخاصة للجنرال ليوطي الرجل أحد هي أنه هو أن يستعمل المعاهدة ضد السلطان مرة ويستعملها ضد الجمهورية الفرنسية مرة ويصبح ليوطي هو الحاكم الفعلي والمقرر فهو يخيف السلطان بالدولة الفرنسية ويخيف الدولة الفرنسية بالسلطان وأصبح لو بروكونسول كما سمي لاحقا لأنه هو المتصرف الوحيد ولذلك سيفقد البرلمان السيطرة على الشؤون المغربية ولن تظهر الشؤون المغربية أمام البرلمان إلا بباب تحصيل الحاصل كأن يوافق على معاهدة الحماية وأن يوافق على المقررات التي يقترحها في المغرب ولن يبدأ الحديث في البرلمان الفرنسي عن حرب الريف إلا لما استنكر البعض لما استنكر البعض الورقية التي أرسلها الحزب الشيوعي الفانو تيليغرام التي أرسلها الحزب الشيوعي الفرنسي لعبد الكريم الخطابي يهنئه بنجاحه إلى آخره إلى آخره فهنا بدأ البرلمان الفرنسي يتحدث عن حرب الريف أما في البداية فكأن شيء لم يحدث في المغرب كما قلت أن تسمى أنذاك ليزيفينمون إنو با أناك أون لو وانطلاقا من هذه المرحلة أصبح داخل البرلمان الفرنسي وهي مرحلة حاسمة في تاريخ المغرب وكذلك في تاريخ فرنسا لأن 1921 هو بلاد الحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الشيوعي الفرنسي منشأ على الحزب الاشتراكي كما يعلم الجميع لأن شروط لينين شروط الأممية الثالثة شروط انضمام للأممية الثالثة الشرط 21 الأخير الشرط 21 يقول وعلى النقابات والأحزاب الشيوعية التي تريد الانضمام إلى الأممية الثالثة أن تناضل من أجل تحرير الشعوب التي تسيطر عليها بلدانها وهذه اللي هي الجملة أو هذا هو الفصل الذي رفض ليون بلوم وآخرون المصادقة عليه وشق الحزب وذهبنا في اتجاه تأسيس الحزب الشيوعي الفرنسي وانطلاقا من هذا أصبح المغرب معروفا من جديد فكما كان معروفا في اواخر
في القرن التاسع عشر وقبل 1912 أصبحت القضية المغربية مطروحة من جديد أمام البرلمان وفي الصحافة وفي المحافل الدولية، وأصبحت فرنسا تنظر مجددا إلى على أن ما يحدث في الريف يهدد وجودها. فالبرلمانيون من اليمين الفرنسي كانوا ينظرون إلى عبد الكريم الخطابي على أنه عدو شرس وعدو ذكي، لأنه يمثل المدينة على السلطان. البرلماني اليمين كما أن مشروعه جمهورية ولا إلى آخره هو بديل عن المخزن التقليدي، وهو بديل كذلك عن نظام الحماية. وكذلك عبد الكريم الخطابي شخص مستنير يهتم بما يدور حوله، وهذا هو الأمر إلى آخره، على أنه شخص نوتر موديل نوتر نوفيل دون في السيتيوشن كما يقولوا باللغة الفرنسية. أما الاشتراكيون فكانوا يساندون عبد الكريم الخطابي إلى حد ما، ويرفضون تدخل الجيش الفرنسي لأنهم يرفضون اليوتينغ اللي بازا ريبوبليكا بالنسبة إليهم، ووافقوا إلى حد ما على ما قام به بيتر فيما بعد لأنه استعمار الجيش ريبوبليكا. واستمرت الأحداث هكذا حتى انهزمت انهزم عبد الكريم الخطابي ثم انتهت هذه التجربة. وبعد ذلك رجعت فرنسا، غيرت من الحاكم العام لليوتينغ و انتقلنا إلى سلسلة من الحكام المدنيين ليس لهم تجربة عسكرية ولا تجربة استعمارية، لكنهم كلهم كانوا مروا من الجزائر سبيك توبا تورز لوسيان سان بيروتون إلى آخره، كلها إلى هؤلاء المدنيون يفهمون في القوانين والتشريعات ولكن لا يفهمون في القضايا الاستعمارية الكبرى. وقد استعمل هؤلاء ذلك الرصيد التقليدي لليوتي حول المغرب، وهو عدم فتح الملفات المغربية أمام الرأي العام، وبذلك تنهي كل القضايا المغربية. فأحداث 1927-1928 والظاهر ظاهر 16 مايو 1930 لم يحدث أي رد فعل فيها بالنسبة للفرنسي، فهي هذا كله متضمن في السياسة ليفوليسيون التي تحدثت عنها. كما أن ما سيأتي لاحقا وهي الحركة الوطنية وبداية كل هذا، فكان كل ما يقدم للحكام الفرنسيين محليا لا يصل إلى حتى إلى الخارجية الفرنسية إلا في أوقات لاحقة. والمثال المشهور وهي ما يسمى بمطالب الإصلاح في سنة 34، فالذي تسلمها وهو المقيم العام علق عليها بجملة طفيفة كان قال سيتان بون ميموار دو سيونس بوليتيك، لأنه ما قدمه بالحسن الوزني وزير المال في 34 بالنسبة لبيبوتون تاجوريست هو سابون ميموار دو سيونس بوليتيك، معناها بعيد البعد من الواقع ولا يمكن تطبيقه. ثم استمر الوضع بعد ذلك حيث الحاكم العام الجديد في المغرب هو نوغيس، ونوغيس هو اليوتي الصغير اليوتي اليوتي كان يتبنى دائما وهو مدير ديوانه في مرحلة لاحقة، وليس له أعوان ولا أتباع ولا مساندون في باريس، واعتمد سياسة ليوتي مجددا. فنوغيس هو الذي أبعد الوطنيين والذي جمد تقريبا كل شيء، ولكن في نفس الوقت فهم على أنه يجب تحرير الاقتصاد في المغرب، فهو الذي أخرج ما سيسمى لاحقا بالبوليتيك دي باراج في أجليس يخطط بالبداية إلى آخره. ثم ستنتهي القضية المغربية في حدود الحرب العالمية الثانية إلى 1946. 46 غيرت فرنسا، أي انهزم اليمين المتطرف واليمين المعتدل في فرنسا لانتمائه لمساندته لألمانيا، وتغيرت حتى وتغير نظام الجمهورية من ثالثة إلى رابعة دون تغيير كبير. وحكم الاشتراكيون ودوغول، وكانت مشاكل فرنسا كثيرة جدا ومعقدة. وفكر بلوم ملأه بناء على رئيس شالون دو جوليا وماريوس موتي برلماني الجزائر لتعيين إريك لابور. إريك لابور يميل عسكري يميل للاشتراكيين نسبيا، وخفف من هذا خفف من الضغط المغربي بأن سمح للوطنيين بالرجوع، ولكن البرلمان لم يتحدث عن كل هذا، سيسكت عن كل هذه القضايا إلى أن ندخل في الأزمة. الأزمة بالنسبة للفرنسيين هي خطاب طنجة، أي ميلاد لا نوفيل دون.
فهذا لما تم خطاب طنجة أي خارج من المجال الذي كان متسيطر عليه فرنسا وكان المقيم العام آنذاك هو مارشال جوان والجنرال جوان مارشال لاحقا كان ينظر إلى القضايا المغربية على أنها يجب أن لا تحل سلميا وجوان كما يعلم الجميع وجزائري والمشاكل في المغرب دائما تأتي من مثله من الجزائري فوالذي لما وصل إلى المغرب كان je vais leur faire manger la paille. Ça, il y a vraiment le maghreb à la victime, à la non, la haine. Il y a un rayon, ça arrive ou la haine. La kinesiaise française, Farodat, elle est attaquée la joie. Elle est attaquée la joie. Pour être au Cameroun, je suis pas là, elle lui a dit, Guillaume, quand même, bien chante. Guillaume, on va nous faire tout. إذا كان نوغيس نسخة لليوتي فإن غيوم نسخة لجوان بل تلميذه وتابعه ومريده فكل ما بدأ به جوان غيوم سياسته الجديدة هو لو سباق أبيل لو بلاك أوت لا أخبار عن المغرب ولا يحدث أي شيء في المغرب سيركولي ينظر كما كان يقول أو كما يقول الفرنسيون لكن الأحداث التي ستقع لاحقا وهي أن جهات المثقفين والرأي العام في فرنسا بدأت تتساءل عما يحدث في المغرب سيما وأن الجزائر بدأت تتحرك ثم أن تونس بدأت تتحرك وأصبحت فرنسا مجددا في موقف حرج لماذا تحتفظ وما تسهل فقدانه أو طرفه من أجله وطرحت مجددا القضية المغربية لما طرحت القضية المغربية كانت الأغلبية تتكون من ما يسمى بالراديكاليين والاشتراكيين الراديكاليين يضيفون بعض الاشتراكيين وإلى آخره معنا الباكوتي دو بارتي دو بتي بارتي التي كان يتزعمها آنذاك بيغ مانديس فرانس إدغار فور وأنطون بيلي وآخرون فكانت القضايا المغربية تحل في المكاتب وليس في البرلمان ويخبر البرلمان فقط للموافقة في إطار اللجان لأن هي قد ديباج بها التشريعات توقف قضايا المغرب إذا حدد البرلمان إلا إذا كان يتهدد أمام فرنسا كما هو الشكل بالنسبة لحرب الريف وأصبحت القضية المغربية مجددا تنتقل من مكتب وبين تسوية وأخرى ولا يخبر البرلمان كما قلت إلا في إطار ما يسمى بالسياسة العامة لأن ذلك تم معقد أو تم تعقيده مرة أخرى حيث أن القضايا المغربية كالقضية التونسية آنذاك ألحقت في ذات الوقت بما كان يسمى بوزارة المستعمرات والحماية ميستيري كولوني زي بروتيكتور أي أن الأمر أصبح معقد أكثر على المستوى التشريعي والقضائي بالنسبة للمعاهدات التي وقعتها فرنسا وبذلك ستنتهي القضية المغربية قضية مكتبية أكثر منها ديمقراطية وبرلمانية هذا كله لأن الجمهورية الثالثة والجمهورية الرابعة في فرنسا جمهوريتان برلمانيتان والسلطة آنذاك كانت تقال البرلمانسي ليتا البرلمان سي ليتا وبذلك السيد أستاذي ورئيسي لم يسرد علي أنا ولكن رخيص فلما أنا شخصيا لما ذهبت إلى هذا الموضوع في أواخر السبعينات فكان الذي يهم ليس السياسة كما حاولت إقناعكم بها هو سيناناليز دو ديسكور أون إيتي أمني لا مود أون فرونس فرونس سيناناليز دو ديسكور كيف كومون إيش كان إكسبريم سي زيدي أو كاش سي زيدي أو ريفورم سي زيدي كومون إيل فور ميم بارفوا لي زيدي دي زوك بو لي فير باسي Ce travail fait partie de ça, mais avec tout un glossaire, etc. Voilà, c'est maintenant, ça a travaillé avec vous, et c'est maintenant, c'est de la guise, la Iliouti, fil Himaya, ou fil Mamari, ou Himaya, oui. Elle m'a connu même l'issel à Tihim Shohor, à Tihim Asalha, fil Afutimia, ou Aishim. Yakoum. Là, on a le temps de parler de Jumon le Karim. Il n'a l'idam, ou il y a eu un yuskit, il a dit, il y a eu un haraka, أكثر في المغرب وإلى آخره. إن نظام الحماية نظام مبني أساسا على فكرة وجود بلد يحافظ على مؤسساته وبنائه ويتم تسيير وتدبير شؤونه انطلاقا من هذا الإرث
ومن هذه المعطيات والحقائق تحت مراقبة دولة أو دول أوروبية في غالب الأحيان. وهذه القوة تقوم مقامه وتنوعه في كل ما يخص ويتعلق بشؤونه ومصالحه الدولية، وكذلك الإشراف على جيشه وماليته وإدارته. وتعمل هذه الدولة فرنسا على توجيه كل هذا في اتجاه التنمية والرقي. إن الطابع المميز والغالب لهذا النظام هو الإشراف والمراقبة وليس التدبير والتسيير المباشر. Pas de contrôle direct. Donc je voulais dire que il est grand temps de dire assez. Alors on a dit que la fille n'a pas su voir matériel pour le chef. Il va avoir la décision. Alors il est temps d'en tirer le message. Am pas capable de tout ça. Inch'Allah, oui c'est le bon. Mais je voudrais dire que c'est le bon. Voilà. Je suis content. Et soit je suis content.